قبل ما نبدأ المقطع يا حبايب، قناة نيرسو سالي سبق وقلت لكم روح اشتركوا عدها، ولكن للأسف مو هواية راحوا، فراح أعطيكم رابطها بالوصف. الصراحة القناة تقدم محتوى خرافي وفعلا تستحق الدعم، فأتمنى منكم كلكم تروحوا لها على الأقل وصلت 3000. ويلا نبدأ بالمقطع. الخبر الأول اللي عدى عن أغنية بيسان إسماعيل وأنس الشايب. فبيسان نزلت على حسابها بالإنستغرام شوية ستوريات من داخل استوديو التسجيل، واللي أعلنت عن الأغنية الجديدة اللي حيسووها. هي صراحة حاولت تخفي الوضع وتسويها مفاجأة، ولكن كان واضح جدا إنه حيسوون أغنية جديدة. فراح أعطيكم هذه الستوريات تشوفوها. حبايبي بتعرفوا أنا وين اليوم؟ أنا وأنس نحنا بستوديو إم دي مع الفنان المبدع محمد دقدوق. كيفك؟ شو أخبارك؟ حبايبي نحنا بهذا الاستوديو عم نعمل شيء خرافي. راح نفجر السوشيال شيء يعني تفجير. ما بتتوقعوا. طب قبل ما هذا أعطينا كلمة من قلبك، شو رأيك؟ أنا بدي أقول شغلي إنه هلا مو الغنية اللي بتضرب، هي الهضامة تبع بيسان وأنس، عن جد كتير مهضومين. دخين قلبك. اللي بيعملوا هيك الجو الحلو، وإن شاء الله قريبا هتسمعوا غنية ل. أحكي لا بيسا لا مفاجآت كتير حلوة، وإن شاء الله هتكسر ال كان بده يروح له مش الهين مفاجآت. أول مرة بخجل أنا لك طيبة. فاكتبوني يا حبايبي بالكومنتات قد أنتم متحمسين للأغنية الجديدة، وهل حتكون قوية أو لا. الخبر الثاني اللي عدنا عن رد المنتظر من ماريانا على ليش هي تركت ياسو، وعن شنو سبب الخلافات اللي بيناتهم. فماريانا نزلت على حسابها بالانستغرام شوية ستوريات وفتحت بث مباشر، واللي قالت بيهم انه اليوم راح ينزل مقطع على اليوتيوب وراح تشرح به القصة كامل. طبعا المقطع راح ينزل الساعة بالاربعة، ولكن واحد من المتابعين سأل ماريانا عن ياسو، فماريانا عصبت لان هذا الشخص قال انه انت كلبة. طبعا هو اللي قال اني ما علي، انت اللي رحتي عند ياسو وصورتي وياها وسويتي نفس صديقتها، ولكن بعد ما انشهرتي للاسف تركتيها ورحتي. فماريانا ردت عليها انه اول شيء ياسو هي اللي عافتها وراحت، فهي اللي لغت الفول على حساب ماريانا، وبعد اسبوعين يلا هي لغت الفول على حساب ياسو بالانستغرام. اما ثاني شيء فهي ما اشتهرت على اسم ياسو، وانما اشتهرت باسم فافانابولي لان وياها عقد وياهم. راح احط لكم الرد كامل شوفوا بنفسكم. كل بي شلتي الفولو عن ياسو انشهرتي وسخه، هذا الكومنت موجه لي انه انا كلبه، وبعد ما انشهرت هي عم بعمل شرح مفردات انه انا كلبة شهرة، وبعد ما انشهرت تركت ياسو شلت عنا الفولو. اول شغلة يا محترمة يا مؤدبة، بظن بدك انت اعادة تهيئ جديد واعادة تربية جديدة، بس ما بلومك، انت بلوم الوسط اللي انت عايشة فيه. عارفة اللي انا عم بحكي معك يمكن يكون عمرك 10 سنين، بغير عقلي برد عليك انه انا ما قمت الفولو عنا، هي اللي قامت عني الفولو. تاني شغلة، انشهرت مين؟ أنا عقدي يا جماعة يا ناس، أنا عقدي مع فافا نابولي، فمين شهرني؟ ما فهمت. وحدا من أعضاء فافا نابولي كانت هي ياسمين، يلي المفروض إن هي تصور معي وأنا صور معها، هذا الشيء كثير طبيعي، بقى وين المصلحة في الموضوع؟ الخبر الثالث اللي عدنا عن مصطفى ريدر ورد على احمد ابو الرب. فاحمد بالمقطع اللي نزل على ريدر شوفوا شنو قال. كيف فتح عينك شوف ستايلي غالي، انت شايف شو لابس؟ شو الحملات اللي انت لابسها هاي؟ جد يا زلمه بتعرف اللبس هذا المضاد الرصاص تبع الشرطه؟ بتعرف اللي بينباعوا في محلات الالعاب اللي بيكونوا هيك تقليد للاطفال؟ طبعون هي احمد يومها كان يسخر من ملابس ريدر، واللي هو يعتقد انه لما كان يقصد بستايله يقصد ملابسه، ولكن ريدر ما كان يقصد هذا الشيء طبعا، بل هو كان يقصد انه اسلوبه بالراب اللي شبهه بالفراري كسرعه وكقوه. فريدر نزل على حسابه بالانستغرام بث مباشر ورد بي على احمد ابو الرب، وقال اكو ناس هوايه اغبياء هيك اعتقدوا، وقال انه باكر الوعد. المهم راح اطلقوا هذه الاستوريات تشوفوها. العالم قالت على ستايلي انه عملهم الملابس اللي انا لابسها. يا اخي انا شي غباء مشايت، تراني دا احكي على ستايلي بالراب، يعني الغباء مال العالم اللي مو فاهمين الاغنيه. يا ربي يا الله، يعني ما اعرف. هنكمل والرد الرد باكر الرد على العموم. الخبر الرابع اللي عدنا عن نهاية مشكلة نارين بيوتي ويا مو فلوكس. فمو نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري، لهواية من الأشخاص لاحظوا انه نارين بيوتي كانت قاعدة وراه. طبعا دخل قوسين البنية كلش تشبه نارين، فمن الممكن ان تكون فعلا هي نارين بيوتي، طبعا ممكن تكون لا. ونفس الشيء بالمقطع اللي نزلت نارين وبكتة ذكرت اسم مو فلوكس، ولكن الصراحة مو دليل انهم رجعوا اصدقاء. على كل يا حبايب اكتبونا شو رايكم بالكومنتات، هل هم رجعوا اصدقاء او لا. وبس والله نوصل نهاية المقطع، اتمنى المقطع عجبكم، لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة عشان يكون فيديو زي مقاطع مملكة القصص. وبس مع السلامة.